قطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة يواصل مسيرته دون توقف للوصول إلى وجهته وتحسين مستوى الحياة للفئة المجتمعية الأكثر احتياجاً والارتقاء بمستوى الخدمة اليومية المقدمة للمواطنين. المبادرة أطلقها الرئيس السيسي في 2 يناير 2019 عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، مشيداً خلالها بالمواطن المصري الذي قدم التضحيات وتحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وفي أعقاب إطلاق المبادرة تم تدشين مؤسسة حياة كريمة لتكون المظلة الرسمية لعمل الشباب المتطوع في المبادرة لمتابعة المشروع وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وخلال مسيرتها حققت حياة كريمة الكثير من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع لصالح تنمية الريف المصري، كما أسهمت المبادرة في تطوير حياة المواطنين داخل القرى الأكثر فقراً بالكثير من المشروعات التي طالت مختلف القطاعات. واتصالاً بمتابعته لما يجري من مشروعات، قام الرئيس السيسي بزيارة عدة إلى القرى التي تم تطويرها عبر حياة كريمة لتصبح قرى نموذجية شاملة توفر الخدمات كافة لقاطنيها. ولعل أبرز تلك القرى سدس الأمراء ببني سويف وطما وأم دومة بسوهاج والأبعدية بالبحيرة والناصرة بالمنيا. وأؤكد لكم جميعاً بأن يقيني الراسخ بأن أمتنا العظيمة قادرة على صياغة الحاضر وصناعة المستقبل وزراعة الأمل وإقرار السلام والاستقرار. تلك حرفتنا منذ أن كتب التاريخ على جدرانها. ولم تقف حياة كريمة عند حدود إقامة المشروعات الخدمية، بل تعدتها إلى إطلاق المبادرة الاجتماعية العاجلة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تضمنت شقاً للرعاية الصحية بإطلاق القوافل الطبية المجانية للكشف على المواطنين وإجراء الفحوصات اللازمة وإحالة المرضى إلى المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة. كما تخطت مؤسسة حياة كريمة كونها مظلة اجتماعية الحدود إلى خارجها، حيث بذلت ولا تزال كل الجهود الممكنة من أجل التخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني. فانطلق قوافلها محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي قطاع غزة وتزويدهم بمتطلباتهم من المواد الغذائية والطبية. ولم تتوقف جهود المؤسسة على الدعم من خلال تقديم أطنان المساعدات الضخمة فقط، بل أطلقت أيضا مبادرة من إنسان لإنسان، حرصا منها على إطلاق مبادرة تكفل المشاركة المجتمعية المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، وكذلك توعية الناس بأهمية القضية الفلسطينية وأهمية الدعم المصري المقدم لها. وبلا كلل تواصل مؤسسة حياة كريمة المساهمة في تنمية الإنسان بالتكافل الرحيم والتدخل السريع لمساندة كل مواطن من الأسر الأكثر احتياجاً في محافظات وقرى مصر في كافة مناحي الحياة.